هذه ما تخليناش نصور. طبعا عندي سهنا في الارض. غنبا مخموها عاوتاني كالعاده. بصح هذاك زعما غنغوفل عليك. ديما مغوفل عليا. اوكي. المهم الاخوان، من بعد عام عامر بالاحداث ديال بصح غادي تعرفوا من بعد، بغيتو نديرو فيديوهات اخرين بس انه مريم غادي تعاود لكم من بعد احداث اللي وقعوا بزاف ديال البلانات، بزاف ديال البلانات. الحمد لله. المهم بعدا كنشكروا كاع الناس اللي كانوا معنا واللي وقفوا معنا واللي باركوا لينا، وتا اللي ما باركوش لينا حتى هما هانيه. اللي ما باركوش ليا انا. اللي ما باركوش ليا هي. اوكي. المهم اول كادو الاخوان، بغيتي بان ليا كادو كلاس اللي وصلني في القناه ديالي، اول هديه بعدا كتوصلنا بمناسبه الزياده ديال بنتنا. كنشكر بعدا السيده رجاء على الهديه الزوينه صراحه، كبرات بينا الله يكبر بها. سالون بالاج عجبني زوين. نبداو بالكادو ديالك. الكادو ديالي ما عرفتش انا ابدا، بان لك توكلي على الله. قالت لي هذيك ديالي هذا. عرفتي واش مصايب؟ اي 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 شي زوين. مصايب بالمليفه وبالراندا سيدي. مليفة والراندة، واخا ما كنفهمش الفرق بيناتهم. انا سميتو المليفة والخياطة الراندة. نايس. هادي فوقية الهامة. نوض شوف غنوض غنغوفل عليك غنطلع غنضرب في الحاضر. لا حيت ما كنفهمش هادشي. نوض شوف السلهام. خير بسم الله على بركة الله. قلت لك راسي غيتقطع في الكاميرا. هادشي زوين. شنو غنديرو دابا تانا؟ السلهام. تانا غندير دي فيلي. دي فيه عيونك يسال ويدي مسكين احسن هوانه والله العظيم. الله يسمح لنا منك اختي. الله يسمح لاش ما لبسوش كامل، لبسو كامل وجلس. اييه صافي. السلام عليكم. ديك بام بام ديك ديك بام 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 ديك 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 بام 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 بام. واو زوينة تسلم. وشوية هماوي. بس هماوية تبارك الله تبارك تلعب بها. ما عنديش معاك كلمة هماوية، نقول لك علاش. شناهو؟ حيت حكا تجي بحال اللي كون شوية هماوي بحال كون هاز الهم، تقهرنا بالهم. قاع نهز الهم انا هماوي. الله يجيك، الله يحسن العوان. غنخليها في المونتاج. قديني. شو أول حاجة باغي يتزوج مرة أخرى قال قبك. دابا إلا قلبت قبي غنتزوج مرة أخرى. ولا لبست مقلوبة كاملة. ماكش عصبتي شي كريشة هي الكبور عندك العقل خصك الزين. سي رجاء الله يعطيك الصحة. المهم الإخوان الانستغرام ديالي غادي نلقاو لتحت. فرحان عاجبك الحال. واش الإخوان تخلينا نصورو، فهمتي؟ قالت لك والو خاصني تا أنا نبان. صافي ها هو فرحانه. انت تبكي دابا فرحانه. ها هو بابا. ما تلقاو الانستغرام ديال الاخوان في السطر الاول. راه كاين جد مناسبه صراحه. حاجه ما جاتك واعره. وهي وهادي صراحه علمنا الهزان مشكله هادي. المهم الاد الحساب ما كاين اللي علمها ضدك، انت اللي وحلتيني. دابا انت يا كتمشي تخدم انا اللي كنوحل. واش شريف من هنا وانت باش ندير فيترينه هي تكون شي حاجه واعره. ابدا الله يعطيها الصحه على لي زومبالاج. لون واعر. لون واعر، ما عندكش هاد اللون هذا. لون خطير. والله يعطيها الصحة بعدا في المسألة ديال تناسق الألوان. الله يعطيها الصحة. دابا تشوف شنو سميتو هذا؟ هذا سميتو الكريب. كريب؟ كريب. ما كنفهمش شنو الصراحة. والخياطة؟ خياطة الراندا بالمعلم. راندا حصيرة بالمعلم. زعما تبارك الله عليها هادشي طوموس. خياطة ديال اليد؟ لا، خياطة اليد. خياطة اليد؟ تبارك الله عليها. الله يعطيها الصحة. بالمعلم دابا هي اللي خارجة طوندونس، الراندا هي اللي خارجة دابا بلا طوندونس بالمعلم. ومصيفطة لي حتى القميص ديالو. لا اللون زوين عجبني. لا عجبني عجبني. خفيف التوب زوين، خدامة بالتوب تبارك الله بريمير، ماشي من داك التوب اللي كيبقى كيتحبب من بعد. حتى هادي خياطة ديال اليد. آي 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 أتي نوضي شوفي لبستك. أي 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 أ
مزيان دابا راجع فهمتني. ماشي غندير لها حاجه ومن بعد غادي تلبسها وما غاديش تقول. بصح دابا اصلا اللي درتي عليها دابا غتصغر عليها. راه شتي شحال من لبسه صغرت عليها. المهم هذا راه جوهره بريمير نديور براندا. شتي هذا القفيطين ديال بنتي. صايبت لينا نفس اللون ديال جمال، نفس اللون ديال بنتي، ونفس اللون ديال القميص اللي مصايبه ليا انا. صراحه شي حاجه اللي واعره. هذا واعر. هذه سميتها ماتي ماتي تيقول لها. هذا عجبني والله تعجبني. هذه جوهره بريمير مخيطه براندا بحالها بحال القميص ديالي حتى هو. جوهره بريمير مخيط براندا، خدمتها تبارك الله غزاله متقونه. وتا الثوب اللي كتختار يعني ماشي يعني ماشي ثوب عادي، ثوب بريمير واعر عجبني. خدمتها غزاله. قليل فاش كتلقى شي حد كيصايب الراندها بهذا الاتقان. عرفتي صايبت مؤخرا صايبت قميص وجلابه يعني اقسم بالله الا غير حاطهم دابا كيتصنتوا ليكم. ايه فوالا الاخوان خصنا نزربوا على راسنا حيت البنت راه ناضت عاوتاني. راه فاختنا كنا بغينا نصورها معنا ولكن معصبه شويه ما بغاش تبان في الكاميرا. المهم شكرا الاخت راجا. نخليو لكم لاباج ديالها لتحت باش تدخلوا عندها. اوكي الى عجبكم فيديو الاخوان ما تنساوش ديروا لايك بارطاج اشتراك على القناه. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.